بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأربعاء وكل سنة وإنتوا طيبين. واليوم فقرة اليوم عن مجلة جاك، ومعها الجائزة الكبرى لكم أيها الشباب والشابات من السن 12 سنة ل 16 سنة. التعليم بدأ في زمن أجداد بعضكم أو أبو الجد، طبعا ما كان في تعليم بنات، هذا الكلام في الأربعينات من القرن الماضي أو بالتحديد في نصف القرن الماضي، نصف الأول من القرن الماضي، يعني قبل 100 سنة، يعني 1300، طبعا نحن نتكلم بالهجري، القرن الرابع عشر، لأنه نحن العرب أو في الدول العربية في مصر وفي مكة والمدينة بدأ التعليم بعد ما يسمى بالحرب العالمية الثانية، وكانت الحرب العالمية الثانية يعني في 1350 بوادرها ومشاكلها، يعني 1350 إذا غلقنا 1450، نحن 1443، يعني بعد 7 سنين تنتهي 100 سنة. في خلال ال7 سنين هذه أسميناها كار، كلكم تعرفوا إنجليزي، كار كلمة مشهورة، هي اللي يعني يحلم كل واحد يكون عنده كار. في نفس الوقت كار السي من كورونا والاي افتر، يعني بعد كورونا، صح؟ 7 سنوات. يعني الان نحن 43، بعد 7 سنوات يصير 50. فالآر ريوايند. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل هذه الفقرة اللي هي فقرة الأربعاء، هناك نص أو فقرة كاملة من فقرات مجلة جاك، وقد سمعها أو سمعتها الإذاعتين، إذاعة سمارت هاشتاج سمارت هاشتاج سمارت 53.97، والإذاعة الأخرى هاشتاج سمارت 40.16. والآن نحن وهم كمان نفسهم، هم فريق سما وفريق ارت، يعني هم ما شاء الله يعني لابسين 3-4 برنطات، هو بتاع رئيس فريق ومذيع ما شاء الله كذا وظيفه، لكن رواتبهم قليله، ومهندس ما، وهنا رئيس تحرير مع رئيس فريق مع مذيع، يعني كل واحد عنده 3 وظائف، وكله عشانكم، عشان كل يوم احد، 2، 3، 4، ثم الجمعه
إن شاء الله في فقرة اللي ذكرناها. إيش فقرة الجمعة؟ صوتك. صوتك دخل حقوق الطلب. نقصد صوتك هنا الشباب، بناتنا وأولادنا من سن 12 لسن 16، تقدروا تعلقوا، تقدروا تسألوا، يعني ممكن عندك مساحة زي المذيع 3 دقائق، ممكن كذا بس عن طريق الإذاعات اللي هي موجودة في التليجرام. في التليجرام تطلب أنت أو تكون شاركت عن طريق نفس المذيع، ممكن عنده 50 60 200 في التليجرام أرسل لهم، حتدخل أنت أرقام مثلا، أنت تكون تنتمي إلى رقم من الأرقام اللي أرسل لك هو، أصحابه أهله زي كده. طيب ماشي، الآن النص حيكون موجود في هذه الحلقة، وحيكون طبعا على خلفية غير الخلفية اللي تعودتوا عليها، يعني شرائح، 10 شرائح، وفيها كتابة بالإنجليزي، وهي جزء من منهج، منهج سما ومنهج آرت. ماشي، من المجلة، منهج في المجلة، ويباع $60، نحن بنستعجل لكم. ناخذ فاصل ثم نتواصل مع الأسئلة للمذيعين، نسأله. الآن نسأل المذيع عن النص اللي سمعه وعدناه، يعني قلنا المذيع عن النص اللي سمعه وعدناه، يعني قلنا لهم خلاص نسأل نعيده. طبعا أول شيء قالوا لا، بعدين عدناه، فنسأل في النص. ذكر النص أرقام والتاريخ الهجري اللي كان قبل 100 عام، كل الدول العربية ما تستخدم الميلادي ولا يعرفوه، وذكر بداية التعليم. فإيش الرقم اللي ذكر في النص؟ يعني بدأ التعليم متى تقريبا؟ عام 1350 هجريا. جيد. طيب عندك انت، احنا مع المذيع الثاني، عندك اي كلام في هذا بس مختصر سريع عن بداية التعليم؟ يعني ما تطول اكثر من نص دقيقة بسرعة. بدأ التعليم بمرحلة الكتاتيب، ودي كانت بداية. لا من النص، لازم التزم بالنص. بدأ التعليم معلومة في مطلع القرن الماضي بالمدارس المهنية. يعني ايش القرن الماضي؟ ميلادي ولا هجري؟ بداية القرن الماضي الهجري، يعني 1310 1300 منتصف بدايته. منتصف، ماشي. طيب نجي نتكلم مع المذيع الثاني. ذكر انه تقريبا 100 عام مرت على التعليم، حتمر متى؟ بعد 7 سنوات. يعني عام كم؟ 1450 هجرية. طيب تفتكر في كلمة كار، ايش المقصود منها؟ كار مقصود بها حرف السي، يقصد به كورونا. لا لا، بالعربي ايش قال لما قال كار قبل لا يفسرها؟ حافظ؟ جاب كلمة كار قبل لا يقول سي ومدري ايش وكذا. نعم. الحين جينا نتشطى، كان بيتكلم بالعرب. نعم. فقال كار، ايش يعني ايش الموضوع؟ ايش كار؟ قال حلم كار. قال حلم كل واحد كار. ايش يقصد؟ ان كل واحد كان يحلم انه يكون عنده سيارة. ماشي. سيارة. اه. كار سيارة. بالعربي كار سيارة؟ لا. بالانجليزي. ازاي؟
بالمعرفة. عندك انت اي رأي؟ ايش قال اول شيء قبل لا يقول سي؟ تقريبا انتهى الوقت. فاصل. لا مو نواصل ونعود اليك. طيب الان ناتي للمذيع الثاني ندي له فرصه. شوف انا بقسم الفرص يعني تقريبا متساوي، بس كل ما اجيك واكلمك تقول رئيس فريق سماء. عندك ثلاثه ارقام ما تقول واحد فيهم. يلا رئيس. رئيس فريق سماء. عندك ثلاثه ارقام ما تقول واحد فيهم. يلا رئيس فريق سماء ومهندس الهواء. طيب ومهندس الماء. سألناك قبل الفاصل السؤال، فاكره ولا ما انت فاكره؟ الكار. ايش هو السؤال؟ قبل الفاصل ما تقدر نص دقيقة نسيت. لا مش فاكر. يا سلام. طيب خلاص اذا مو فاكره ازاي تجاوبه يعني؟ انت فاكره؟ لا طبعا. انت فاكر السؤال اللي سألناه نحن مع بعض جالسين؟ السؤال افكر السؤال ايش هو العربي المقصود بيه؟ قال مش فاكر. ايوه لا مش الا لك الا له هو. شفت انكم يا صايمين يا نايمين. لا صايمين. انا صايمين. يعني نايمين. الصايم ينسى لما نسي شيء قال قبل دقيقه ينسى. وبعدين نحن وعدين الجمهور ان احنا نسالكم وانتم رئيس الفريق بكره يعني ممكن هذا ما يثق. انتوا حتى يعني معليش انا بسال الجمهور، انتوا حتروحوا معايا واحد مع فريق سما ولا معايا ولا مع فريق ارت؟ احسن لكم خلوكم معي. افضل لانه لان انا ما انسى ما انسى الشيء اللي قلته لكم، لانه النص هذا لكم انتم. ونسال هنا الفريقين والمذيعين والهذا ايش كان النص وايش الاخ قال. قلنا له كار قبل لا نقول بالانجليزي قام قال سياره. رحنا للمذيع الثاني قلنا له سؤال وادركنا الوقت واخذنا فاصل رجعنا له فاكر السؤال قال لا مش فاكر. طيب ماشي. ايش كار لما ذكر نرجع نتكلم لانه في معانا دقيقه تقريبا. لا والله الوقت تقريبا ادركنا. طيب فاصل ونواصل. ايش اقول دحين؟ عايزني اقول ايه؟ نحكي بس لا كار. تقول لي انت اول لما انا جيت اتكلم تقول لي عدنا ما ايش قلت؟ عايز اقول ايه؟ قول لي. عدنا اليكم. عدنا اليكم. يا سلام سمعت كلامك. أول مرة. يقول أول مرة أسمع كلامه. طيب أنت أسمع كلامي. يلا يلا. إيش كلام قبل على الكار ده؟ إيش حلم؟ كيف الكار حلم؟ وإيش هو الكار؟ ما قلنا حلم كل واحد. أنت قلت سيارة قلنا لك غلط. كار بالعربي مو سيارة. فكيف حلم؟ يعني كار إن شاء الله أي معنى. كيف يكون حلم للأطفال مو للأطفال سامحوني للكبار، لأنه أنتم لكم الجائزة الكبرى اللي تخلي كل المجتمع حولكم يحس أنكم كبار، تجيب دخل بعد سنة تدريب تجيب دخل أكثر من الكبار اللي ما عندهم عمل، وحتى اللي يلقى عمل ما يلقى زيكم، تصيروا مدرسين. يعني سنة زمان تدرس في الابتدائي. ها نختصرها كده في جملة بالعربي. كورونا بعد إعادة الفتح. لا كلمة كده حلوة دارجة أساعدك. كورونا بعد التعافي. كورونا تجب ما قبلها. كورونا يعني هي دي كار بالإنجليزي، لكن كار بالعربي اللي هي حلم كل انسان. ما تفتكروا؟ انا اقول لكم النجاره، التدريس،
المدرس ما نقول ايش الكار حقه ولا لا، فلان ايش الكار حقه، ده كار ولا لا، يقول الكار حقه تدريس، الكار حقه باش كاتب، صح ولا لا؟ لا الوظيفه يعني. اه لو ركزت كان عرف الكار المهنه، المهنه او المهنه حقته، صحيح؟ صحيح ماشي. فاذا الكار بالعربي هي المهنه، وهي الحلم قبل الكار بتاعت رئيس التحرير اللي هو مخه في الكار السياره. اصلا كيف تجيب السياره اذا ما عندك كار تجيب فلوس السياره، صحيح؟ فدائما مخ الانسان متعلق بايش؟ بالكاش، وكاش is king، والكاش هو النقد، الكاش هو النقد. وان شاء الله يكون عندكم انتم صندوق النقد الوقفي لمبادرة نما العالمية، نحتاج كل موسم 20 واحد منكم يكون الكار حقه التدريس زي لما كان قبل، وإن شاء الله يأخذ أقل شيء $300 في كل، أقل واحد $300 في كل كوارتر، وهذا خير ونعمة. $300 يعني كم؟ 6000 جنيه. يعني تخيل في سنك تأخذ 6000 جنيه كل 3 أشهر وانت معانا او مع المجتمع هذا على التليجرام، مجرد انت اللي تملك الكتاب وتكون موجود كل، طبعا نحن صغار اجدادكم درسنا اول ما درسنا، من جد وجد ومن زرع حصد، احد يبغى، احد عايز يكون عنده دخل مستقل مصروفه، وممكن البنت حتى تكون جهازها منه بدون تعب، لا يعني ساعتين في اليوم مدة 6 أيام في الأسبوع مثلا، أقل شيء $100 أو ممكن الدبل مع كثرة إنك تكون أنت مدرس مساعد أو تعين الطلبة لفهم المنهج اللي هو في يدك وانت فهمته، ويحتاجوك كثير، وهذا يسمى منتور. منتور يعني معيد، يعني انت اخذت سنة فتصير معيد، يعني المعيد هذا اللي عينوه معيد في الجامعة هو منتور يساعد الطلبة. اكتفي بهذا القدر، ونلقاكم يوم الجمعة لمزيد من التفاصيل.